سمعنا عن حملة خليها تعنس وخليك جنب أمك. لو حد جه قالك خليكي تعنسي، أنا شخصيا هرد له خليك جنب أمك. وبصراحة يعني لو حد قال له خليك جنب أمك هقوله خليني أعنس. خليها تعنس وخليك جنب أمك، أنت مع مين؟ لا انا مش مع انها تخليها تعنيس ولا خليها جنب امك. يعني انتي ايه رايك؟ انا مش عارفه هما ليه عاملين كده او ايه اللي حصل فابتدى ان هما يقولوا الكلام دوت. بس انا لا طبعا انا مع ان يبقى في تكوين اسري وفي ما يبقاش فيه انقراض ويبقى فيه ان تسوي مع الجواز. وانت متجوزه؟ مع الجواز. انت متجوزه؟ لا مش متجوزه، بس انا مع فكره الجواز يعني. ومتابعه السوشيال ميديا كويس؟ لا عادي. طب سمعتي عن حملة تخليها تعنس وخليك جنب امك؟ لا مش متابعة حاجة من الحاجات دي خالص. فاتي طبعا. ليه بقى فاتي؟ عشان مش حاجة اسمها كده يعني. هم اللي طالعين الفتوى دي. فايه بقى؟ ايه؟ هو يعني هو صحي يعني بجزء صغير يعني اللي هو مفروض ان بس مش اسلوب خليها تعنس يعني. هو مثلا يعني خفف شوية يعني خفف علينا شوية، خفف على الشباب شوية، أباط البنات خففوا على الشباب شوية عشان كله يعرف. اصلا احنا في اوقات كله يعني صعب، فهماني؟ فمفروض ان هم يبقى باسلوب احسن من كده يعني. خليها تعنس وخليك جنب امك، ايه رايك فيها؟ اولا انا شايفه ان حمله خليها تعنس دي يعني هي حمله تافهه جدا، والشخص اللي عملها هو حد تافه لسبب معين. يعني ايه خليها تعنس؟ او واحد ممكن يكون هو متعقد، هو راح يتقدم لبنت وباباها طلب طلبات كثيره قوي، فهو متعقد وحابب يعمل اي شو خلاص، فقال خلاص خليها تعنس. ايه اللي سيبوها تعنس؟ اولا البنت مش بتعنس، اللي بيعنس الراجل. ها ثانيا اذا سبتها تعنس ما انت هتعنس، وبعدين اذا سبتها مش سبتها ما فيش حاجه اسمها تعنس مبدئيا يعني. اذا ما اتجوزتش فانت الخسران يعني على فكره الجواز من مصلحه الراجل اكتر ما هو من مصلحه الست، لانه الراجل دلوعه ماما ودلوعه المجتمع في نفس ذات الوقت. حملة فيك وبلاش منها، وانت ليك اختك وليك مامتك يعني كنت تحب مامتك لو مامتك هتتعنس كنت انت مش هتيجي اصلا يعني، ما ينفعش يعني. لا هو خليك جنب امك. لا انت وجهي لهم بارك، خليك جنب امك. او تخيلي اللي انت مرتبطه بيه قالك خليكي تعنس، هتقولي له ايه؟ خليك جنب امك؟ هقول له خليك جنب امك. خليك جنب امك. مش كنتي من شويه انك ضد الحمل؟ كنت بتقولي ان هو بيقول لي خليكي تعنيسي. لا يبقى خليك جنب امك. البنات ليهم حق دلوقتي. طبعا ليهم حق. ما هو لو بيحب لها يحاول صح؟ فهو لو مش عايز يحاول يغور في ده يعني هتقولي له ايه؟ خليك جنب امك؟ لو هو قال لي خليكي جنب امك اقول له هو هيقول لك خليكي تعنيسي، ايه هتقولي له ايه؟ اقول له روح لامك. يعني مش خليك جنب امك. اي حاجه بقى. انت شايفه ان حتى رد البنات كان غلط؟ المفروض ما كانش رد بحمله زيها ولا حقهم؟ بصي حقهم، لان كل فعل رد فعل. واحد بيقول لي خليها تعنس، طب ما انت خليك اقعد جنب امك يعني لوجيك. فهو ما ينفعش، احنا مش داخلين في صراع مع بعض. خلاص انت مش عايز تتجوزني خلاص خليك انت قاعد جنب ماما. هما ما يعرفوش قد ايه البنت برده مش بيتقدم لها الحد اللي هي بتكون عايزاه يعني. انا ممكن يتقدم لي حد مش مناسب فبرفضه، فاهلي بيجبروني طب صلي استخاره. احنا عشان نوافق على واحد بناخد فتره طويله جدا جدا، وخصوصا لو جواز صالونات، عن ما يكون واحد انت بتحبيه وموافقه عليه. طب انت لو جه حد تقدم لك مثلا وبابا طلب منه حاجات والولد قال لك لا انا ما عنديش وانا مش عارفه ايه، وبعد كده قال له خليها تعنس، انت هتقولي له ايه؟ لا ما هو على حسب بقى. على حسب، لو هو انا مثلا عايزاه او كده انا اقول له احاول ان انا اتكلم مع بابا عشان يخفف شويه معاه على الموضوع ده. لكن لو انا مثلا شايفه بقى ان مثلا خليها تعنس دي باسلوب سخريه هخليه خلاص، ما انت كمان مش هتلاقي حد يتجوز. يعني هتردي عليه وتقولي له ايه؟ مع السلامه. يعني مش هتردي عليه تقولي له خليك جنب امك؟ خليك جنب امك. هو قال لك خليكي تعنسي، انت هتقولي له ايه؟ خليك جنب امك احسن. طيب. لا ما مش موافقه الموضوع. انت على اسوء الفروض عمرك ما هتقولي له خليك جنب امك؟ لا. هتقولي له ايه؟ لو انا بحبه مش هقول له كده. ولو ما بتحبوش هقول له كده. هتقولي له ايه بقى؟ خليك جنب امك. دي قله ادب يعني، دي بصراحه قله ادب. اعتقد ان حد عمل حاجه زي كده. بصي قبل ما صنف الحمل، احنا عندنا مشكله اخلاقيه بقالنا بالظبط زياده عن من بدايه الالفينات، من 2001 و2002 في عمليه تدني اخلاقي
وصلت لمرحله الذروه ان احنا نقول حاجه زي كده. اللي بيقول خليها تعنس ده ما عندوش اخت، ما عندوش، هو ابن مين؟ ابن امه اصلا. هو ابو مين بعد كده؟ ابو بنته. هو القصص اللي بتتقال دي قله ادب. يعني دلوقتي لو انت لو رحت تقدمت لوحده وباباها طلب منك حاجات كتير قوي، انت ممكن تقول له خليها تعنس؟ لا ما اقدرش اقول له خليها تعنس، صعب اقول له خليها تعنس. ممكن اقول له ان انا طبعا شاريها، وانه الافضل ليه ان هو يضمن راجل لبنته يكون واقف في ظهرها فعلا ويكون باقي عليها ويصونها، واذا ما حصلش نصيب فخلاص ما حصلش نصيب. لكن اقول له خليها تعنس دي تقيله قوي. اسوأ الفروض بقى قالت لك خليك جنب امك بطريقه يعني خليك جنب امك. خليك جنب امك. لا هروح افضل على واحده احسن منها واجمل منها وابدا معاها مشوار حياتي ومش هرد عليها. لا لا لا، عيب 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 عيب. اولا الكلمه دي جارحه جدا 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 لاي بنت بتتقال. يعني احنا لازم نكون احنا محترمين. الكلمه جارحه. ما بينك وما بين نفسك بصراحه مش هتقول له خليها تعنس؟ لا والله يا ابني، لا بصراحه مش هقول كده فعلا، بجد مش هقول كده. لا حاسس ان بنات الناس مش لعبه يعني. لا لو بنت بقى قالت لك خليك جنب امك هتقول لها ايه؟ هقول لها خليك انت كمان جنب امك. يعني دلوقتي في الحاله دي هتقول لها خليها تعني قاعد ما هي بتقول لي خليك جنب امك، هقول لها خليك جنب امك انت كمان. مش عايزك خلاص. تمام. ده رد منطقي، بس انا مستحيل تطلع مني انا الاول واقول لها. لو هي قالتها اوكي. لو هي قالتها انا هرد عليها، هتقول لها ايه؟ هقول لها خليك جنب امي. مش هقول لك خليك تعنس.